مرحبا حبايبي، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله بخير حبايب قلبي. رجعت لكم بوصفة جديدة، واليوم وصفتنا مرقة الشجر. طبعا حسبناها على طريقتي، وانما هي مو على طريقتي، طريقة والدتي الله يرحمها. راح تكون الطريقة كلش سهلة وبسيطة وراح تعجبكم كلش. وهنا هم راح اسوي لكم الرز، البزل او التصفى بناء على طلب اختي وصديقتي الغالية سارة طلبت مني. وهنا هم يعني طبخت اني رز عادي مثل الرز اللي كان يعطونها بالحصة، بس هذا مو بزل، هذا يعني تطبيق عادي. وهس حبايب قلبي، طبعا العريضة منكم قبل ما تشوفون الفيديو اهم شيء اللايك لا تنسوا، والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. وهسه راح اخليكم هي المقادير وطريقة العمل. اليوم راح نسوي طبعا شجر، شوفوا شلون شجر ما شاء الله. طبعا هو كبر، المفروض اني اصغر واقطعه. هذه عندنا شوفوا شلنا وحده اللوخ كبيره، يعني خير من الله طالع كلش الورق. شوفوا هاي اللوخ كلش حلو، واحد يقطع من الحديقه ويطبخ هو. شوفوا هواي موجود، هذا الناعم، بس هذا احاول انه هذا اليوم اسوي لكم فد شغله دي. هذا صوت الديج. هنا هم اطباع عندنا نقطعها، شو شجر يخبط. شجر طازه من حديقتي، مباشرة نروح نطبخه. شوفوا هذا الشجر هسه قطعناه وياكم، باعوا العام انا كلش كمية هواي زرعت، وحتى كنت امتنن عنده، بس هسه انا قليل زرعت، بس هم ما شاء الله يعني كلش هواي طالع عندي. هسه انا قطعته وحسوي لكم مرقة الشجر على طريقتي، وهم ان شاء الله تنال اعجابكم. هسه حنبدا هنا الخطوة الأولى، هنا خلينا الزيت. أنا عندي هنا اللحم مستوي، أني سالقته على صفحة، بس راح شوية أحمسه حمس خفيف، وراح أخلي فوقه الشجر. هسه شوفوا هنا قشرته وقطعته بهذا الشكل دائري، ودرته مباشرة فوق اللحم بعد ما طبعا غسلناه. وراح اخلي 4 حبات طماطم متوسطة او بندورة مثلهم بهذا الشكل. راح اخلي 1/4 ملعقة كاري مال جدر حار او بارد، هذا الشيء اختياري، واقل من 1/4 ملعقة كركم، وقليل من الملح. راح اقبغ الجدر لحد ما عندي يحمس وينشف المي مالته، وراكم الطريقة اللي بعدها. هسه هنا شوفوا تقريبا هسه هنا يعني عندي حمس ونشف المي اللي ذب الشجر. راح اخلي حمص، تقريبا كاسة حمص. هذا الحمص طبعا انا سالقته وحاطته بالمجمدة يعني مستوي. هسه عندي تقريبا كمل الشجر، راح اخلي عليه قليل من المي، لان ما عندي هواي مي بيه، لأنها تقريبا هي أكثر المواد عندي هنا يعني مستوية. والمي طبعا هم فورت على صفحة مي حار، لأن احنا هنا هم المي يحبون بي مي هواية، يعني هم تقريبا راح أخلي المي بينشف. وشوفوا لونه صار، لا هو أحمر ولا هو أصفر،
يعني بهذا الشكل. وطبعا انا متأكدة اللي راح يجربه راح يحب الشجر، يعني طعمه كلش روعة وكلش طيب. بس هنا كملنا ننتظر يستوي وراويكم شكله الاخير. هسه هنا راح نسوي الرز او التمن بازلاء. انا خليت هنا مي وحطيت ملح طبعا، وراح اقبغه وانتظر لحد ما يفور. طبعا هنا كميه المي لازم تصير يعني شويه هوايه، مو في التطبيق، حتى الحبه تاخذ راحتها بالسلق وما تتعجن، ما يصير بي يعني نشا مال التمن هوايه. هنا التمن انا طبعا غاسلته على صفحه ومنقعته تقريبا صار له ساعة وغسلته بمي حار. طبعا التمن او الرز البسمتي ما عليه اي شيء اذا غسلته بمي حار ونقعتوه، قد ما يظل منقع نهائيا ما عليه كل شيء. كل ما ينقع كل ما حبته تطول. هسه هنا عندي المي فار راح ادير الرز. طبعا شوفوا لون الحبة، هسه لون الحبة هذي لونها طبعا تشوفوها بيضة. وشوفوا هم الحبه ايش طولها يعني، وشوفوا بعد السلق شلون حصير. هسه هنا بعد ما راح ادير الرز كله بالكامل، طبعا هنا انا يعني من خلي الرز ما حقبغ الجدر، طبعا هاي طريقتي، خاف ما احد يكتب اني ما اقبغه، اعوفه مفتوح يفور فوره بسيطه، لان الرز البسمتي ما يحب طبعا انه واحد يسلق هواية يستوي كلش بسرعة، وبالأخص إذا أنا كنت منقعته. هسه هنا أنا عندي كمل تقريبا 10 دقائق أو أقل، وصار عندي بهذا الشكل. طبعا هنا واحد شلون يعرف بيه إنه هو استوى؟ حشوفون نوعا ما الحباية مالته يعني لانت، مو صارت لينة 100%، لا نوعا ما لانت، بس او اتذوق اشوفون ما بي كل قرطة، اذا بي قرطة معناته بعده ما مستوي، يعني يا اما بالنظر يا اما بالتذوق. انا يعني بالنسبة لي على النظر اشوف حبايته يعني لانت، وحتى لونها تغير، شفتوه كان لونها ابيض ناصع، هسه عندنا اللون ما تغير. هسه راح طبعا راح اصفيها بمصفي ناعم. وطبعا هنا انا من اصفي ورا ما اصفي راح اراويكم شغله ثانيه حتى تخلص من النشا مال الرز بالكامل. هسه هنا حطينا مصفي ناعم وراح نصفيه. هنا انا من اصفي طبعا مره ثانيه راح اخلي بالجدر مي حار كلش، وراح اديره فوق الرز. هسه تقولوا لي ليش؟ حتى نتخلص من النشا نهائيا، وراح اصير عندكم حبة الرز وحدة بوحدتها ومنثور يعني نهائيا ما يلتصق بعض بهذا الشكل. هسه هنا هذا اني حرجع طبعا للجدر بعد ما حطيت قليل من الزيت بقاع الجدر او شعب الجدر. خلي في الشي كلش بسيط، وراح ارجع الرز بعد ما صفيناه من المي. وراح هنا أنا طبعا راح هسه حنقبغه، راح اخليه بس على نار طبعا كلش هادئه، او اذا عندكم مهداره مع الجدر احطه جوا وانتظره لحد ما يبوخ، يعني يصير بوخة بيه كامله حتى مثل ما نقول احنا يعني يهدر. انا راح على صفحه راح اخلي طاوه او مقلاه راح اخلي بيها زيت، بعد ما عندي يكوي زيت يعني يحمى بالكامل. راح افرم على صفحة بصلة صغيرة كلش، طبعا هذا شيء اختياري، بس هو راح يعطيكم طعم كلش كلش روعة بالرز، يعني كلش صغيرة يعني، وحفرمها ناعمة. بعد ما عندي يكوي زيت راح ادير البصل بالزيت مثل ما تشوفون، واقلبه تقليبه كلش خفيفه، وراسه مباشره راح اديره فوق الرز. تريدوا ديروه هو البصل، تريدون صفوه، انا هنا تشوفون صفيته، هذا يعطيكم في الطعم كلش كلش روعه للرز. هسه هنا عند الرز تقريبا كمل، هم راح ارجع اقبغه فدقيقتين الى ثلاثه بس يعني، وبعدين يلا اقلب. انا هاي طريقتي زين. هسه ورا ما مرت الدقيقتين فتحته راح اقلب الرز وراح اراويكم شكله شلون صار.
وشفتوا انتو حبيت البداية وشوفوا هسه حبيته شلون صار. طبعا صار رز روعة، وطبعا هذا هم رز يعني صحي اكثر ما انه واحد يطبق تطبيق، لين حنتخلص من النشا بالكامل. هذا قدامكم شوفوه. وطبعا هنا هم الرز البسمتي ما يحب زيت هواية، طبعا لا يحب سلق هواي ولا يحب زيت هواي، يعني حطيت في شيء بسيط راح تظهر العفو اللمعة بيه. هسه حراويكم هذا شكله، شوفوا شكله شلون صار، شوفوا الحباية مالته وشوفوا اللمعة بيه، يعني رز صار روعة. وشفتوا الطريقة كلش كلش سهلة وبسيطة. هسه هنا كملنا وعندنا شجر كمل. هسه راح اشوفكم شكلهن الاخير بعد التقديم. وهذا الشكل الاخير، شوفوا لونه شلون صار، لا هو احمر ولا هو اصفر، وهو يعني انصحكم تجربوه، طعمه كلش روعة كلش طيب. وطبعا هاي عن الطريقة ماخذتها من والدتي الله يرحمها. وهنا سويت لكم طبعا هذا الرز بناء على طلب اختي وحبيبتي سارة، طلبت مني اسوي لها رز بزل، هذا سويت بالتمن البسمتي. وطبعا يوم طبخت انا نوعين رز، وهذا نوع الرز العادي يعني مثل كانت ونايا بالحصة. انا هذا ما طبعا اشتري للكبة، بس اذا عندي التمن البسمتي خلص عادي اطبخ من هذا، يعني ماكو اشكال، هم طعمه كلش طيب. هذا طبعا تطبيق يعني مو رزق، شوفوا همين حباية بحبايتها على الطريقة اللي اطبخها دائما تكون موجودة. وقلت لكم هذا الشجر وهذا الرز البسمتي، هذا سويناه بزل او تصفار، شوفوا شلون صار وحدة بوحدة. وحبايب قلبي ان شاء الله وصفة اليوم نالت اعجابكم، لا تنسون باللايك والتعليق الحلو، واللي ما مشترك بالقناة يا ريتهم يشترك بالقناة ويفعل جرس الاشعارات حتى يوصلكم كل جديد من القناة. وان شاء الله اشوفكم بوصفة جديدة وبفيديو جديد، العفو مع الف سلامة لكم حبايب.